يقول الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هدف الحلقة، وأنا بقول هدف الحلقة من بدري جدا جدا جدا، هدف الحلقة أن تثق ثقة شديدة أن رزقك بيد الله. فنتفق على حاجتين نطلع بيهم من الحلقة دي: اوعى تاكل مال حرام، اوعى تذل نفسك لحد علشان لقمة العيش. أرجوك، هما الكلمتين دول هما الحلقة، رزقك مضمون. تلت الحلقة الأولاني عمال أدللك بالآيات وبالكون حواليك، رزقك مضمون. تلت الحلقة الثاني اوعى تاكل حرام، لأن رزقك مضمون، لأن اسمه رزاق. اوعى تذل نفسك لبني آدم مهما حصل، لأن رزقك مضمون، لأنه رزاق. النقطة